Hi children, today we will start time for English, grade 4, first term. Unit 4, Around Town. Around Town, the title is Around Town, حول المدينة. Lessons 3 and 4. Lessons 3 and 4. Lesson 3. We will start with grammar. Question with how. النهاردة أولاد هناخد مع بعض question with how. السؤال بهاو. What's the meaning of how? How يعني how معناها كيف. How معناها كيف. In the present simple هنستخدم السؤال بهاو in the present simple في المضارع البسيط. The form أو form الشكل. We will start with how. How plus do or does. الهلب انجبربز عندي do or does. علشان ده present simple. Do or does. طيب عندنا do بتيجي مع مين؟ ال I وال we وال you وال they وال plural noun. الاسم الجمع. بلس فيرب انفينيتيف يعني الفيرب بعدهم انفينيتيف في المصدر بدون اي اضافات. طب لو انا استخدمت does مين اللي هيجي بعدها؟ هي اور شي اور ات اور سينجولار ناون برضو بلس فيرب انفينيتيف يعني الفيرب بيبقى انفينيتيف في المصدر. الكلام ده امتى؟ في حاله الكويستشن السؤال هاو اور does اور دو بلس مع دو اي وي يو زي plural noun plus verb infinitive. لو استخدمنا does بيجي معاه he or she or it or singular noun plus verb infinitive. يلا كده نشوف مع بعض for examples. Number one, how do you go to the work? How do you go to the work? يعني كيف تذهب إلى العمل؟ أولا أنا عندي سؤال بادئ بهاو دي question word. بعد كده helping verb do بعدها subject you بعد كده المين verb اللي هو infinitive الverb في الانفينيتيف go وباقي الجملة وبعد كده احط في الاخر question more. لما اجي بقى اعمل answer اول حاجة طبعا بشيلها هي question word والquestion mark. طيب عندي هنا الverb helping verb do طبعا ما بينزلش. طيب ببدأ اجابتي بالsubject you هيتحول الى change into I يبقى هيتغير إلى I يبقى هنا subject you change into هيتغير إلى I. الفيرب عندي هنا go مش هضيف له أي إضافة. الفيرب هنا go مش هضيف له أي إضافة. بعد كده to the work إلى العمل. بعديها بكتب وسيلة المواصلات إزاي بروح الشغل by إيه ها by car by bus by taxi على حسب الصورة اللي موجودة عندي في السؤال. تمام or by car يبقى انا لو عايز اعمل long answer هقول I go to the work by car. لو انا هعمل long answer اجابه كامله او complete answer اجابه كامله هقول I go to the work by car. طب or short answer لو انا عايز اعمل بقى اجابه قصيره قول by car. Number 2 how does she go to school. How does she go to school يعني كيف هي تذهب الى المدرسه. عندي هنا how the question word وقلنا بتسأل عن وسائل المواصلات وعندي هنا helping verb معايا does. ليه does؟ عشان عندي subject she. تمام بعد كده subject she بعد كده المين verb هو go بعد كده باقي السؤال وquestion mark في الاخر. طيب لما اجي اعمل answer بقول ايه ها؟ لو انا عندي long answer او complete answer اجابه كامله ببدأ بالsubject she. طيب وبعد كده عندي الverb اللي هو ايه ها؟ go. طيب ينفع اقول she go؟ قال لي لا لازم اقول she goes اضيف لي go es عشان زمن present simple. ان انا بضيف مع she احط للverb اللي مع she احط له s or es or ies بس هنا هياخد es عشان الverb هنا finish ايه o بينتهي finish with o بينتهي حرف o. بعد كده she goes to school وبعديها بكتب قبل وسيلة المواصلات حرف الجر او preposition by. اخد بالي قبل وسيلة المواصلات بحط بروبوزيشن اللي هو حرف الجر باي. تمام باي تاكسي يبقى انا كده عملت كومبليت انسر شي جوز تو سكول باي تاكسي. طب لو انا عايز اعمل شورت انسر اقول باي تاكسي.
تمام. يبقى how does she go to school؟ The answer is she goes to school by taxi or by taxi. يبقى احنا كده احنا اتفقنا مع بعض ان احنا النهارده خدنا مع بعض how question word بمعنى كيف، بتسال عن وسيله المواصلات، وقلنا الذا فورم بتاعها بنبتدي بهاو، بعديها الهيلبنج فيرب ممكن يبقى دو وممكن يبقى داز حسب السبجكت اللي عندي. انا هنا عندي هاو دو يو جو تو ذا ورك، كيف تذهب الى العمل. لما اجي هنا اجاوب هقول ايه؟ اي جو تو ذا ورك باي كار. طبعا احنا متفقين مع بعض ان وسائل المواصلات بيجي قبليها باي، ما عدا طبعا فوت قبليها اون فوت. يبقى كل وسائل المواصلات قبليها باي ما عدا فوت اون فوت. طب دي كومبليت انسر، اي جو تو ذا ورك باي كار. طب انا لو عايزه شورت انسر هقول ايه؟ باي كار على بعضها بس من غير الكومبليت انسر، باي كار، ولازم باي مع كار. يعني ما ينفعش يا ميس اقول كار بس واسكت، لازم اجيب بروبوزيشن باي، باي كار. The second question, how does she go to the school؟ احنا هنا استخدمنا does عشان عندنا السبجكت هنا مين؟ she. How does she go to the school؟ لما جينا نجاوب قلنا she، نزلناها زي ما هي، طبعا الهيلبنج فيرب وديليت ات شطبنا عليه، وجو هنا بقت goes عشان ده present simple مع she، مفروض ان انا بضيف s or es or is، والفيرب هنا اخره o يبقى انا هضيف له es. she goes to school by taxi، دي complete answer. طب انا لو عايزه short answer هقول ايه؟ by taxi. هقول ايه سنه رابعه؟ by taxi. ولازم اقول حرف الجر قبل وسيله المواصلات. after that number 3، how does Mona go to school؟ how does Mona go to school؟ احنا هنا برضو استخدمنا does بس المره دي ما استخدمناش she، احنا استخدمنا منى، استخدمنا منى. how does Mona go to school؟ طب يلا كده نجاوب السؤال مع بعض. بصوا عندنا هنا هي بتروح المدرسه زي هنا. انا سامعه الناس بتقول بس، برافو عليك، وده بس. طب يلا نشوف الانسر. she goes to school by bus. good، complete answer، she goes to school by bus. طب لو عايزه شورت انسر هقول ايه؟ هقول by bus. complete answer، she goes to school by bus. short answer، by bus. number 4، how do you go to the park؟ how do you go to the park؟ ازاي بنروح للبارك؟ انا شايفه كده في الصوره ايه؟ انا سامعاكوا. جود، اون فوت. بنروح ازاي للبارك؟ اون فوت. اول حاجه بشيل كويستشن وورد وي ديليت ايت كويستشن وورد، احنا بنحذف اداه الاستفهام ودو الهيلبنج فيرب. طيب وكمان كويستشن مارك، ببدا اجابتي بالسبجكت هنا يو تشينج انتو اي، بعد كده الفيرب go، I go to the park واحط on foot. يبقى انا هعمل complete answer هقول I go to the park on foot. طب لو انا عايز اعمل short answer on foot. read and circle the odd one. هنا هحط دايرة على الكلمة المختلفة. number 1 4 10 town 5 4 10 town 5. انا عندي كلهم all of them numbers good except town، يبقى عندي كلهم ارقام ما عدا كلمه town. number 2 how what whose work، how what whose work all of them question words، جميل، كلمات ادوات الاستفهام except work good. number 3 green right blue black، green right blue black all of them colors good except right good، يبقى عندي كلهم الوان ما عدا الفيرب ايه؟ right. number 4 kite taxi train bus، kite taxi train bus all of them transport is good except kite، يبقى كلهم وسائل مواصلات ما عدا kite. look and answer the questions. number 1 is it a bus؟ is it a bus؟ احنا اتفقنا مع بعض بقرا السؤال كويس جدا وما بجاوبش الا لما ابص على ايه؟ على البيكتشر، على الصوره اللي قدام السؤال. is it a bus؟
معنى السؤال هنا ايه؟ هل هذا بس؟ هل هذا اتوبيس؟ انتوا شايفين قدامكم هنا اتوبيس؟ لا يا ميس، دي كار. طب يبقى انا هجاوب ازاي هنا؟ انا مفروض هنا بجاوب يس اور نو. طبعا هنا الاجابه هتكون ايه؟ The answer is no it isn't. No it isn't. Is it a bus؟ اجري ابص على الصوره، لا الصوره كار، يبقى هجاوب بنو. No it isn't. No it isn't. Good. Number two. Do you go to the work by bus? Do you go to the work by bus? هل تذهب للعمل by bus؟ اجري كده بص على الصورة، لا يا ميس the train. Good. يبقى هنا جاوب yes or no. اه انا سامع الاجابة. No I don't. عشان انا هنا سألتك بدو، فلما حاجة اجاوب الانصر هكون ايه؟ No. واليو هتتحول لاي، ودو تنزل بلس ايه؟ not، عشان ده نيجاتيف. No I don't. في نمبر 1 كنت سألك بإيس، عشان كده قلت no it isn't. هنا سألتك بدو، عشان كده جاوبت بإيه؟ no I don't. نمبر 3 what can you see؟ عندي هنا بيقول لي what can you see؟ ماذا تستطيع أن ترى؟ لازم look at in this picture، لازم أبص في الصورة. عندي هنا صورة بلين. طيب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ لازم أعمل answer، وعشان أعمل answer we delete، إحنا بنحذف what and question mark. good. ببدأ بإيه؟ الانسر subject yes. عندي هنا you change into I can see، وبعد كده قبل ما اكتب aeroplane الطائرة حط قبلها أداة an aeroplane. ليه؟ عشان هي singular، يبقى I can see an aeroplane. I can see an aeroplane. يبقى number 3 what can you see؟ the answer is I can see an aeroplane. number 4 how does he go to school؟ how does he go to school؟ كيف هو يذهب الى المدرسة؟ شايفين good look at picture ها؟ yes bicycle or bike. يبقى هنا حاجة وبقول ايه ها؟ by bike. short answer by bike. ممكن يا ميسا اجاوب بكمبليت انسر واقول ايه؟ He goes to school by bike. He goes to school by bike. وممكن اجاوب شورت انسر واقول ايه؟ by bike. Good. After that look and write three sentences. مطلوب مني هنا ان انا انظر واكتب ثلاث جمل على الصورة اللي موجودة عندي. طب الصورة اللي موجودة عندي دي ايه؟ ها بس. برافو عليكو. بص بتاع المدرسة، الاتوبيس بتاع المدرسة اللي بنركبه واحنا رايحين فين؟ المدرسة. مطلوب مني ان انا اكتب 3 sentences. طب انا اكتفي بيهم؟ لا انا ممكن اكتب اكتر من 3، تمام؟ يعني مش لازم اكتب 3 بس. تعالوا كده نشوف مع بعض ممكن نقول ايه. ممكن اقول ايه؟ this is a bus. this is a bus. ممكن اقول جملة هنا هتبقى عندي ايه؟ this is a bus. ممكن اقول حاجة تانية، ممكن اقول there is a bus او it is a bus. الجملة التانية it is big. it is big. it is big. it's yellow. it's yellow. it's yellow. ممكن اقول ايه كمان؟ I go to school by bus. I go to school by bus. I go to school by bus. طب ممكن اكتفي بدول؟ لا انا لو عندي جمل تانية انا ممكن اكتبها سنة رابعة، تمام؟ يعني ما بكتفيش بالتلات جمل، لا انا ممكن اكتب اكتر من التلات جمل. Again, this is a bus. It is big. It is yellow. I go to school by bus. After that, lesson 4. Phonics time. وقت الصوتيات عندي CH, TCH. Sound TESH. Sound TESH. ولو أنا هقول S H sound sh sound sh C H T C H tesh word is cheese cheese gobn cheese cheese gobn chop 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 يقطع cheese 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 يطارد cheese يطارد chicken chicken دجاجة
again. Cheese, cheese, chop, chop, cheese, cheese, chicken, chicken. Another word is peach, peach, peach. Peach هنا معناها ايه سنة رابعة؟ خوخ. Good. أنا عندي كمان peach, peach. Peach هنا معناها شاطئ. Very good. يبقى أنا عندي peach بمعنى خوخة وعندي peach بمعنى شاطئ. والاتنين بينتهوا بـ ch. Peach, peach. Witch, witch اللي هي الساحرة. Witch, witch يعني الساحرة. Kitchen, kitchen كلنا عارفين طبعا. Kitchen المطبخ. Kitchen المطبخ. Again. Beach, beach خوخة. Beach, beach شاطئ. Witch, witch ساحرة. Kitchen, kitchen مطبخ. عندي هنا SH sound sh. Shin, shin عصبة رجل. Shin, shin عصبة رجل. Leash, leash لجام. Leash, leash لجام. Shop, shop محل. Shop, shop محل. Shirt, shirt قميص. Shirt, shirt قميص. Again, shin, shin, leash, leash, shop, shop, shirt, shirt. After that, cash, cash, cash. فلوس نقدية. Cash, العملة النقدية أو الفلوس النقدية. Dish, dish. What's the meaning of dish? طبق. Good. Dish, طبق. Fish, fish. Fish يعني سمكة. Fish. Wash, wash. طبعا خدناها كتير قبل كده يا سنة رابعة. يغسل. Wash, wash. Again, cash, dish, fish, wash. After that, brackets, choose the correct answer. A, or B, or C, or D. Number one, I can buy space at the seashore. I can buy space at the seashore. ممكن نشتري ايه من seashore. عندي ايه سنة رابعة؟ عندي seashells وعندي shells وعندي witches وعندي kitchens. ايه اللي ممكن نلاقيه في seashore؟ ها انا سمع الاجابة. ممكن الاقي ايه؟ good. Seashells القواقع. I can buy seashells at the seashore. Number two. My birthday is in. My birthday is in March or Friday or Sunday or Saturday. طيب. My birthday is in. أنا عندي هنا preposition in. بيجي بعديها seasons. Good. الشهور يعني ما ينفعش. Days الأيام. طيب. The answer is March. My birthday is in March. My birthday is in March. Number three. I buy the shirt from the space. I buy the shirt from the space. Choose kitchen or shore or school or shop. هنا معنى أنا بشتري القميص من المطبخ ولا شور الشاطئ ولا سكول المدرسة ولا شوب محل. Good shop. يبقى I buy the shirt from the shop. Number four. We go to the sea and play on the space. We go to the sea and play on the space. احنا بنذهب للبحر وبنلعب على beach or beach or watch or kitchen. احنا عندنا كلمة beach شاطئ. انه B for Ben or B for Buck? Good. B for Buck Beach. شاطئ. يبقى we go to the sea and play on the beach. شاطئ.
tell yourself اختبر نفسك. هنا هعمل اختبار لنفسي بعد ما اذكر الاكسرسايز او الليسون بتاعي كويس واحل الاكسل yourself. exercise look and write the three sentence. look and write three sentence. هنا هبص على الصورة وهكتب ثلاث جمل. جميل، هنحلها ونجيبها المرة الجاية. goodbye grade 4. goodbye.